افتتاح فعاليات الدوري للسنة الثالثة على التوالي في ما بين نزلاء الصحة النفسية مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى مصر كلها. بننتظر اليوم زي ده، وطبعا حدث رياضي كبير طبعا، وفي سنة جديدة إن شاء الله ربنا يجعلها علينا بكل خير 2014 بنستعد ليها طبعا. ان احنا بيبقى بيحصل اكبر تجمع مستشفى النفسيه طبعا، بتبقى فرحه للمريض جدا ان احنا بنعده هنا برضه، بنعده نفسيا وبتاع، بعد العلاج بناهله رياضيا، نوصله ان شاء الله لدرجه زي كده يخرج للمجتمع معافى وسليم. يعني الناس اللي بتشارك معانا دي، احنا بنعمل دوره داخليه او في عندنا الملاعب بننزل المرضى يلعبوا. المريض اللي احنا شايفينه عنده قدره ان هو يستطيع ان هو يكمل معانا بناخده. في مرضى ما بترضاش تشارك، تقول لك انا العب هنا بس. حاسس بسعاده يعني، مبسوطه عشان انا في الرحله وكده وبلعب كوره، ضاع مننا فرص كتير وضاع مني هدفين. بتتفرج على الكوره؟ بتتابع الكوره؟ بتتفرج على مين؟ على الاهلي. بحب حسام حسن. وابراهيم حسن واحمد شوبير والناس دول. حاسس طبعا ان انا غيرت جو، ان انا فرحان بصرف النظر عن ان احنا هزمنا، بس احنا كنا بنلعب كويس بس حظنا جه كده. وبقول للفريق التاني الف مبروك، وبقول وبدأ من ربنا، ربنا يوفقنا في النشاط اللي جاي. بالنسبة لنا النشاط ده نشاط ضروري. المريض بيحس ساعتها بالروح التنافسية، بيحتك بالمجتمع، بيكسر الوصمة ذات نفسها. كل ده بيفرق معانا الأنشطة التأهيلية، سواء نشاط رياضي أو أنشطة ثقافية أو ماراثونات بتتقضى. كل الحاجات دي كلها أنشطة بتخلي المريض حتى يبقى راجع المستشفى مختلف. احنا بقى لنا 5 سنين على الفترة ديت على بالنسبة للمرضى، وبننوع من المرضى عشان ده نشاط رياضي بيحسن من داخل المريض. واخد احسن حارس مرمى في جميع مستشفيات مصر النفسيه وجاب 4 كاسات. كابتن شوبير ده مثل الاعلى لكل حارس مرمى، كان جوين حارس مرمى منتخب مصر كاس العالم لما كان بيلعب مع هولندا، والشيخ مجدي عبد الغني جاب جون في هولندا ضربه جزاء لما العميد حسام حسن وقف في 18 وحسب ضربه جزاء ودخلنا جبنا جون وتعدينا 1-1 مع هولندا في الماتش ده، كنا في كاس العالم. احنا السنه اللي فاتت عملنا بس لسه هنبدا السنه دي، عملنا حاجه زي الكاس لمين، كان معلومات عامه للمرضى، وكان بس كانت السنه اللي فاتت كنا يعني كانت على مجال اوسع شويه. السنه دي يمكن ظروف الجو وظروف مختلفه مخلينا قسمناها على 4 يعني على كذا جزء، جزء للقناه وجزء للقاهره وجزء للصعيد. بحاول اخلق جو من المجتمع او اللي احنا بنشوفه طبعا، وطبعا النزله عندنا في المستشفى بتشوف مباريات والدوري العام، ورغم الاحداث دي بيتوقف وكل الناس بتكون حريصه انها تحس بمعلق رياضي. احنا طبعا مبسوطين اصلا ان المرضى دي بقت اصلا يعني دلوقتي انا بخش اي اسم في المستشفى بكوني مسؤول تاهيل، فالنزيل اللي كان مشارك او اللي عايز يشارك بيسالني هنروح امتى، هنلعب امتى، ابتدى عايز يخرج بره. هكذا دائما الرياضه رساله حب وسلام وعلاج، حتى وان كان هذا العلاج علاج لمرض نفسي ينظر اليه البعض بشفقه وخوف. من مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه بالعباسيه اسامه امام لبرنامج الملعب.